سنة الحليب سنة الحليب سنة عمرك سنة الحليب. السلام عليكم إخوان والأخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو من سوق الجمعة ديال قيصر بتاريخ اليوم 15/12/2023. غنبداو إن شاء الله مع الضروبة. خويا حمزة، أمور هانية، كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. قلت لي راه السوق، راه السوق هي اللي داخله. وبالنسبه لا للبقره ولا لكل شيء، هي اللي كاينه، هي اللي داخله. الضروبه كما شفنا سنينات سنه الحليب، سنه الحليب بالزول. شو البزول ديال الضروبه قديم؟ على ميلاد اخويا حمزه بعدا. لا ميلاد بزول مليح بحال هادي. دابا في هزان اخويا حمزه، كيفاش كتعاملوا معاه؟ سهل، هات البلاصه اللي مديال. ما خاصهاش تقيس كرش لا ما تقيسوش. على ميلاد واقيلا شحال تقريبا تكون باقا لي اخويا حمزه؟ حكم 10 ايام حكم التجربه ديالك. عطاوكم شي حاجه ولا غتقول لي بشحال شريتيها ولا؟ نقولوا المشربه شريناها ورزاق الله. سير اخويا حمزه، 570 باش خلصنا مولاه. 570 28500 سنه الحليب شاروليه. شاروليه ضروبه مليح. شارولية حليب، قليل فين كتلقى شارولية ديال الحليب؟ قليل فين كتكون شارولية ديال الحليب؟ هي هو الشارولي معروف باللحم سير. وبالنسبة للتلقيح اخويا حمزة؟ ملقح قال. الله أعلم. ضربة زينة، ضربة مليحة، راه السوق ديال جمعة قيصر 570 المشرة ديالها. وغادي إن شاء الله نخلي لكم الرقم تاع تبارك الله عليك. ياك ولا لا؟ تبارك الله على اخويا. نخلي لكم الرقم ديال حمزه، واللي بغاها يعيط ليه. راه مازال باقي عندك شي حاجه اخرى؟ باقي سير مشي رجعوها وقول لي النمره. الرقم حمزه 06 17 03 09 03 09 94 مسخيناش يا اخوان، نحيدوا على الكاميرا. تبارك الله، اللهم بارك، الله يجعل الولاده ديالها ان شاء الله سهله. موازين ما نعاودوا هضره اخويا، اللهم بارك. العقاله سير شوف لي العقاله اخويا حمزه، ام ربي حي. لا ادري ويش صافي عاقله ان شاء الله، الله يجيب لها شي دار كبيره. الله يرحمنا بالشيخ اخوان، استغفر الله استغفار كيجيبش. شوف لي سنانة تاهي قبل ما تلقى خويا حمزة. هي وقع سنين الحليب. شوف لي سنينات فرا قبل ما جايبت تناي. الله جايبت تناي سلالم. سلالم سنان، سلالم هي سنان بيضين. بيضين هما اللي كيكونوا كاحلين اخويا حمزة. دغرموس ما خدامش. دغرموس ما خدامش. دغرموس اش كيدير؟ ما خلاش تاكل. ما كتورش. زيدوا عندكم هذه الناس الحريه ديال الكسابر غيكونوا في يعرفوا هذا الشيء. تبارك الله الدرع راه باين. باين اه مازال الله غادي تحط. يلا بدات كتحط. شحال من شهر اخويا حمزه؟ عندها شي راه جايه ل 8 شهور. جايه 8 من قالت بدات كتدفع. ضروبات زينات ملاحات عند خويا حمزه اللي بغى يعطينا عاوتاني الثمن. والتلقيح ولا غير عجل؟ هذه عجل. هذه هي مولا عجل بلجيكي. مولا قال لك عجل بلجيكي. كيقول مولا ايه تخلدوا بشي حاجه. ضرب ضرب الثمن اخويا حمزه. بارك عليها بارك عليها، زينه صافي راه باينه. غادي نخلصينا بجوج وعشره خلاص. جوج وعشره 20500 درهم. ضروبه زينه زرقاء. مازال تحط درع. مازال تحط. عاود رجع اخويا حمزه لبلاصتها. نعاودو نخليو الرقم 06 17 قلتي لي. 06 17 زيد 03 94. عاود من الاول. 06 17 03 09 94. الله يسخر زينه ما شاء الله. نمشيو اخوان باش نشوفوا السوق داخل ونقربوكم من الاثمنه. الله يدير خير، الله يسهل على الجميع. هذا راه حمزه الصديق ديالنا الله يعمر دار.
ما نسمعنا على شي ريكلاماسيون ولا شي واحد تشكى منه. الله يسهل عليك. زين تبارك الله اخوان. هذه هي والدة. راك دايره في السنة خويا حمزة؟ واش والدة؟ فرق فرق السنينات فرق كلشي. اوه جمول الله جايبها الطرافيه. شتي جايبها باقا ما لقاتش جمول. شتي هاي الله جايبها زقل باش تبان. شتي صح الله جاي. سير صاحبي انت شد لي البنت. انا وريني البنت. سيري سير صاحبي انت يا شويه جويعينا. اوه صافي الكرام بدا. بنت زينة جيك جيك. واش بنت ليا ما بغاش تفرق؟ ايوا اوف لا عندك عندك توعيت باغا تضربه. حليت حق لك مولا كليم موجود جعانه وباغا تضرب. اتونسيون الجموع واقفه للضرابه كما شفتو. ثمان اخويا حمزه غتقول لي عندك عندك. لا لا حيد عليها بنتها حيد. شحال شحال شحال؟ ثمان جوج و10. حتى هي باش خالصه؟ اه باش خالصه. جوج و10 20500. كي داير بخير؟ امور هانيه الله يحفظك. 20500 عندك عندك حيد. بعيده عليها غتنقز عليها توعيتها فهمتي ولا؟ خاصها تبقى بعيده عليها. هرا العجيبي هرا العجيبي. اعطي الراجل خويا حمزه الله يجيب التيسير. كنشكروك تبارك الله عليك. فين هي باقا شي وحده اخرى؟ اه باقا في السوق داخل غنمشيو ليها حتى هي. يلا اخوان خليو لنا لايك بارطاجيو معكم الفيديو. الله يدير خير الله يسهل على الجميع. تبارك الله عليكم. راه رقم الهاتف كاين ديال حمزه في الفيديوهات اللي دازو. اللي يبغى شي حاجه يتواصل معاه. الله يسخر الله يجيب تيسير. تبارك الله. هذه هي بقراد قال لي دار هي باقا ما مبيناش الدرع. شوفوا الدرع شحال واش كيلقى سيزني ولا لا. السمن الثامن ونغيروا الاتجاه اخوان. طولنا عليكم شويه. نشوفوا السمنه اخويا حمزه. وبالنسبه للدرار شحال قالك من شهر؟ اوه شحال قالك من شهر حمزه؟ جموع الاول. شحال قالك الدرار من شهر؟ عندها شي 8 شي ما مبيناش باقا ما مبيناش. 8 شهر جنيه غليظ كيتلقى؟ اه يلقى جنيه غليظ كيتلقى. الثمن حمزه 350 اللي عاطيناه. عاطينا 350 عاطينا 350 17500. وصافي اخويا حمزه دي البلايصه حتى هي. والله يسخر تبارك الله عليك يا حمزه. لا انا لا مازال غادي نمشي غندخل السوق ونشوفها ان شاء الله. الله يسخر سير سير سير. الله يجيب التيسير يا اخوان. تبارك الله امور هانيه. شوفوا سنينات ان شاء الله نيه زيبتنا. تبارك الله الدفوع راه كاين. اكيد داير بخير امور هانيه الله يحفظك. ضروبات نيه الدرار. تبارك الله الدرع راه هو محطوط. شحال من شهر؟ عندها 7.5. 7.5 انت لقيح ولا غير عجل؟ عجل غير عجل. واش عطاوك دابا مزبقين معاه؟ 350 خلاص باقي ما عطاوناش. 350 خلاص باقي على الله مازال ما كاين والو. 17500 مازال ما كاين والو. دور الفوق دور. نخلي لكم الرقم التليفون تاع الراجل اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. ضروبه راه كيما كتشوف زوينه. اللي يبغى كيبغي يشري راه كيجي كيقلب على العايب وداك الشيء. الله يسخر حنا كنشوفو من النظرة ديالنا راه كتبان زوين. الله يسخر. تمام اعطينا اعطينا الرقم. 63 81 81 30 90. والله يسخر.
الله جبتي سير. خلاص قالك 350. اللهم بارك، الله يسخر، الله جبتي سير الدراهم. ويشو؟ رواسية. رواسية رواسية. سمك يا خونا. سم سداسية. سداسية. عاطينا؟ عاطينا فيها 1,064,000. 1,064,000. 12 لا 13,200. رجع رجع. وكيداير السوق اليوم تاع المقرق؟ السوق المقرق قليلة والثمن كاين والبيع ثقيل شوية. البقرة قليلة، الثمن كاين والبيع ثقيل، يعني السابة باقا متخوفين. الله يعطينا الشقة. قالوا باغا تضرب قالوا. ياك واقفة. باغا تضرب قالوا، يلقح لي اليوم يلقح لي اليوم. ياك هي تابعة لذاك ذاك الراجل، راه خلينا الرقم ديالو على الضروبة دابا ديال 350 ياك. عيط نمرة أخرى إلا بغيت تعيط فيها ماشي مشكل، اللي بغى يعيط من المشاهدين يعيط. سير خليها لك. 0666 22 21 17 17. شحال كتحلف تقريبا ولا؟ والله أعلم الحليب ما نكذبش. شاريها اليوم. شاريها اليوم. حي الله يسخر. اللهم آمين. هي وقلبنا مولا دار شهرين. دابا ما خدانا. كتبيع دابا البقرة ما كاين لا درار لا والو. كتبيع الحليب. والدرار. استنى لا جيب الطرافيه تبقى لك ولا السم زموع تعطيني الثمن العقاله والصغور والثمن اش عطاوك ولا غير الشاريه ولا اش تعطيني الثمن دوك عاطيني فيها الثمن عاطيني فيها دوك 146 146 ديال الدراوش ديال الدراوش ديما مفهوم مزوين الصغور كيدير مفهوم مزوين اكي داير بخير 147 7300 اللي ثابته فيها خلي النمره 06 39 39 69 69 82 82 38 38 ورا الضرار كاين الضرار كاين لا لا دابا لا شهرين ما غاتحط في الدار راسها غاتبيع لنا البقرة بحليبة مولاها عنده اليقين عنده الصح قلب مولا على العموم الله يسهل عليكم الله هنا غنختموا معكم الفيديو الفيديو حتى اللقطه الاخرى الله يدير خير الله يسهل عليكم الله يجيب التيسير الجميع الله يحفظكم الله يرحمنا بالشاب الله يرحمنا الله يسهل عليكم وحليبه وكل شيء خلينا نضع فيه